اهلا بكم الى المسائية ونبدا بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير في العناوين. طبعا في شيء صاير بالايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في جزء منه اكاذيب. نصر الله مع ايجاد تمويل لسلسلة الرتب والرواتب وبري مع دمجها في الموازنة. اطلعنا دولة الرئيس على مشاكل يعاني منها اهالي عرسال، ابدا دولة الرئيس كل التجاوب. امام وفد من بلدة عرسال، الرئيس الحريري يؤكد ان هدفه تثبيت الاهالي بارضهم وتامين مستلزماتهم الضرورية. فرنسا تعلن انتهاء العمليات الأمنية في مطار أورلي وتكشف عن هوية المنفذ. أهلا بكم. الوجع كبير جدا ولبنان متعب من أقصاه إلى أقصاه. الفقر يعم ولا يميز بين طائفة وأخرى ولا بين مذهب وآخر. نسبة النمو في أسوأ مراحلها منذ عقدين، وسلسلة الرتب والرواتب موقوفة منذ 10 سنوات، ولا موازنة منذ أكثر من 10 سنوات. لا سياحة والصناعة متعبة، والزراعة ترزح تحت المنافسة القاسية، والسوق العقاري شبه جامد، والسوق التجاري يكافح للبقاء، والمصارف تسند الدولة بالديون، والانتخابات منذ العام 2009. يفصلنا عن انتهاء ولاية المجلس النيابي 3 أشهر بالتمام والكمال، وحتى اللحظة لم تتمكن القوى السياسية من الوصول إلى قانون جديد تجري على أساسه هذه الانتخابات. واليوم وقع وزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وأرسله إلى رئيس مجلس الوزراء. من هنا ولدت حكومة استعادة الثقة برئاسة سعد الحريري من الأزمات الكبيرة، وهي التي تحاول التصدي لهذه الملفات الكبيرة، ملفات حيدتها حكومات كثيرة خوفا من تداعياتها الشعبية. جاء الرئيس الحريري وقرر أن يضع أصابعه على الجروح علها تندمل أو تكاد. منذ أسابيع القوى السياسية كلها مع السلسلة، والجميع يتبرأ من الضرائب. هو لغز سياسي وشعبي كبير. مليون لبناني في أكثر من 250 ألف عائلة يريدون مضاعفة أجورهم من الدولة، وهذا حقهم. الضرائب ارتفعت على الأرباح العقارية والأرباح المصرفية، وفرضتها الحكومة على الأملاك البحرية وعلى الشقق غير المسكونة وعلى الشركات الكبيرة، وابتعدت عن المواد الغذائية وعن الأساسيات الحياتية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود. في المحصلة، سلسلة الرتب والرواتب مطلب محق، وإيجاد مصادر تمويل لها بعيدا عن الفقراء وذوي الدخل المحدود واجب، وكذلك إيجاد قانون للانتخابات لإجراء الانتخابات النيابية. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن هناك حملة منظمة بوجه مجلس النواب بهدف تطهير الانتخابات النيابية، مؤكدا في بيان أصدره أن الأولوية ستكون لقانون الانتخاب. إن ما يحصل في حقيقته المخفية هو حملة منظمة على مجلس النواب. الكلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن الهدف هو تطهير قانون الانتخاب والانتخابات، بدليل أن العمل كان قائما للوصول إلى قانون انتخابي وفجأة تحول نحو موضوع السلسلة. وقال بري إن السلسلة هي حق للمطالبين بها منذ أكثر من 10 سنوات، وكان يجب أن تدخل في الموازنة لا الاكتفاء بتحديد قيمتها الرقمية. ومع ذلك فإن مافيات مصرفية ومؤسسات بحرية تحركت في كل اتجاه، كما حصل في العام 2014 في سبيل عدم تمويلها، والغريب أنها تحاول أن تستخدم من يجب أن يستفيد منها. أضاف بري: نعم، واجبات المجلس النيابي إقرار حقوق الناس، وعلى الحكومة تأمين الإيرادات من خلال الموازنة، لا أن تكون سيوفها على السلسلة وقلوبها
على المافيات. وتوجه بري إلى جميع اللبنانيين والقوى مؤكدا أن العمل سوف يكون من الآن فصاعدا على الشكل التالي: أولا، أولوية قانون الانتخابات. ثانيا، تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم. ثالثا، إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق. رابعا، إقرار الموازنة. وختم بري قائلا: هذا هو موقف المجلس النيابي وليس أي أمر آخر، وقد آن الأوان لنضع النقاط على الحروف وسنعمل بمقتضى ما ورد، مكررا أن خلفية كل ما جرى هو سياسي ولعدم الوصول إلى قانون انتخاب. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله دعا إلى مقاربة ملف السلسلة بطريقة توصله إلى نتيجة، وقال إننا لا نريد استخدام الملف كتصفية حسابات سياسية مع أي أحد. من جهة ثانية، حذر نصر الله من ضيق الوقت بشأن قانون الانتخاب. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الشعبوية في ملف الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب لا تنفع في ظل وجود ملايين متهيبين من الضرائب و260 ألف عائلة تنتظر السلسلة. نصر الله وخلال كلمة له بمناسبة ولادة السيدة الزهراء دعا إلى مقاربة ملف السلسلة والضرائب بعيدا عن المزايدات وتصفية الحسابات. طبعا في شيء صار بالأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، في جزء منه أكاذيب. يعني هلا قد ما يكون واحد مثلا بده يصفي حساب مع قوى سياسية معينة في خصومة بينه وبينها، بس ما بيجوز بكل الأحوال انه يحط أكاذيب ويبني عليها ويوجه سهام الاتهام. اذا بعيدا عن الأكاذيب، لأنه نحكى كتير عن ضرائب ما إلى أساس، مش مظبوط، مش صحيح، أصلا مش موجودة على جدول الأعمال في مجلس النواب. وأيضا بعيدا عن المزايدات، وأنا بحب أقول هون لكل القوى السياسية ولكل الناس المتابعين بلبنان أنه الشعبوية بهذا الملف ما بتزبط. إذا ما عملنا هاي الضرائب كيف نمول السلسلة؟ ما عرفته من خلال تواصل الأمس واليوم انه تم الاتفاق او سيتم الاتفاق على لقاء مصغر تتمثل فيه الكتل النيابية الاساسية في المجلس النيابي، يرجعوا يعملوا إعادة نظر ونقاش. وعن قانون الانتخاب، لفت نصر الله الى ان الوقت قد ضاق وان الحزب لا يقترح قانونا على قياسه. اليوم لما بده ينحط اللبنانيين او الشعب اللبناني امام خيارات مثل الفراغ أو التمديد أو الستين، العودة إلى قانون الستين، عم ينحطوا أمام خيارات سيئة جدا، وبتمنى يسمعوني منيح، وخطيرة جدا، خطيرة على البلد. الوقت انتهى، الوقت انتهى. اللعب على حافة الهاوية بات مغامرة كبيرة، ليس لقوة سياسية معينة، لكل القوى السياسية وعلى مستوى البلد، وخطير على البلد. لذلك خلال ما تبقى من أيام يجب مقاربة قانون الانتخاب بطريقة مختلفة. الأمين العام لحزب الله وصف قانون الانتخاب بأوجب الواجبات وبأنه أهم من السلسلة والموازنة. خلال استقباله وفدا من بلدة عرسال، وعد من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالعمل بجهد من أجل تثبيت أهالي البلدة في أرضهم وتأمين مستلزماتهم الضرورية. الحكومة تولي مطالب واحتياجات وأوضاع بلدة عرسال عموما اهتماما استثنائيا، هذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال استقباله في بيت الوسط وفدا موسعا من البلدة، ضم رئيس البلدية باسل الحجيري وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير ووجهاء البلدة. الرئيس الحريري أشار لأن البلدة عانت وتعاني الكثير جراء تداعيات أزمة النازحين السوريين المتواصلة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد ترجمة عملية للاهتمام
الإمام الحكومي بوضع عرسال. وشدد الحريري على أن البلدة تم استهدافها من أكثر من جهة، والحمد لله تم إفشال كل هذه المحاولات بوعي أهلها وتضامنهم وصبرهم وصمودهم. وأضاف: سيكون التعاطي الحكومي مع مطالب وحاجات البلدة مختلف، وهدفنا تثبيت أهالي عرسال بأرضهم وتأمين المستلزمات الضرورية والحياتية لسبل عيشهم. ونحن نعمل حاليا على تحديد المشاريع الحيوية والضرورية التي تحتاجها عرسال لدراستها والبدء بتنفيذها. كما تحدث بعد اللقاء رئيس بلدية البلدة: أطلعنا دولة الرئيس على مشاكل يعاني منها أهالي عرسال. أبدى دولة الرئيس كل التجاوب والاستعداد. حقيقة اليوم عرسال تعيش مرحلة صعبة جدا، وهي تدفع أو تدافع عن كل الوطن، ولنا الفخر بذلك. عرسال تاريخيا كلما دعاها الوطن لبت. اليوم عرسال بحاجة للوطن إلى أن يكون إلى جانبها، وهي بأمس الحاجة لوقوف الدولة اللبنانية إلى جانب أهالي عرسال. وكان الرئيس الحريري قد استقبل وفدا من القطاع الزراعي برئاسة رئيس جمعية المزارعين في لبنان أنطوان لحويك، الذي قال إن الوفد طالب الرئيس الحريري الاستمرار بالاتفاقية القائمة بين لبنان ومصر بالنسبة للمنتجات الزراعية، أكان تصديرا أو استيرادا. وسمعنا موقف داعم للمزارعين من دولة الرئيس والعمل باتجاه حماية القطاع الزراعي، كما كمان بحثنا بموضوع البطاطا، ودولة الرئيس أكد لنا اهتمامه بهذا القطاع وعدم السماح له بضرب موسم معكار من البطاطا اللي راح يبلش بعد كم يوم، يعني تقريبا بعشرة نيسان. موقف دولة الرئيس كان صارم بموضوع حماية الزراعة ونحو مستقبل جيد للقطاع. الحويك أكد شكر الوفد للرئيس الحريري على تجاوبه مع المطالب، وقال: نشد على يديه في المفاوضات التي ستعقد مع الجانب المصري خلال الأيام المقبلة، ومن المؤكد أنه سيكون من المدافعين الشرسين عن القطاع الزراعي والمزارعين في لبنان. في أعقاب اجتماع استثنائي لتكتل التغيير والإصلاح، فند الوزير جبران باسيل الضرائب المقترحة، مؤكدا أن الحملة عليها أطلقت لأنها مست الجيوب الكبيرة. سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المقترحة والحملة المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي كانت مضمون الاجتماع الاستثنائي لتكتل التغيير والإصلاح. رئيس التكتل الوزير جبران باسيل أكد أن 80% من الضرائب تطال الطبقات الميسورة فقط والباقي يشمل الجميع، مشيرا إلى أن هناك إنجازا تحقق بفرض ضرائب على مجالات كانت محرمة سابقا كالربح العقاري والأملاك البحرية والمصارف. كما لفت باسيل إلى أن ضريبة التفئة لا تطال كل المواد الاستهلاكية، وتطرق إلى لائحة المزورة التي تم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي. المشكلة أنه هاي اللائحة هي غلط، وأنه كل شيء مرق على وسائل التواصل، كل شيء تصرح فيه من قبل مسؤولين غير مسؤولين هو الغلط. بده يعرف الشعب اللبناني أنه اتاخد بموجة أكاذيب واستغلال لوضعه الصعب تيحرضوه على شيء مش حقيقي. نحن عارفين هيدي الحملة لما بدنا نيجي ندق بالجيوب الكبيرة كيف بدها تقوم علينا الأيام. نحن اليوم عم ندق بالجيوب الكبيرة لأول مرة بتاريخ لبنان، بالعقار، بالمصارف، بالأملاك البحرية، بالمخالفات الكبيرة، بكبار المودعين، بالشركات الكبرى. مش مصبوط نعمل تسوية على ولا محل من كل هول. نحن بنعرف انه بده يصير في هيك حملة، بس الشعب اللبناني انت ما تشارك بالتضليل يلي عم بيطالك، شارك معنا، خلينا كلنا سوا نشارك بالإصلاح الفعلي. واثنين، قانون الانتخاب، نحن بنعرف شو عم نتعرض له، طما يصير في قانون انتخاب، طما يصير في تصحيح للتمثيل، وهيدا ايه هذا كتير بدنا نحمل منه أضرار. باسيل تحدث أيضا عن عدد من القطاعات التي يعمل على إيقاف الهدر والفساد فيها، ومنها الجمارك، إذ أعلن أنه تم تحذير المعنيين في الجمارك أن أمامهم سنة، وإذا لم نشهد مداخيل نوعية إضافية في هذا المرفق ستتم إقالتهم. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه يجب الإبقاء على موازنة الدولة كما كانت عليه العام الماضي. وخلال ترأسه اجتماعا عقد مساء أمس في معراب بحضور وزراء الحزب والوزير ميشيل فرعون، شدد جعجع على ضرورة التمسك بمجموعة إصلاحات قادرة على تحسين الوضع المالي، منها وقف الهدر وليس فرض الضرائب. تأكيدين منه طلعنا هو أنه نحن ضد أي زيادة للضرائب بالمبدأ، والشغلة الثانية
منا مع انه الدولة تتفلفش بمصاريفها بالوقت الحاضر. مشان هيك رح يحملوا وزرائنا الى مجلس الوزراء اقتراحات واضحة جدا تتعلق بالدرجة الاولى بالابقاء على موازنة الدولة مثل ما كان سنة الماضية. بيحوا سنة الماضية مشيت الدولة. طيب نحن منا بوضعية بيسمح لنا كل سنة نزيد 2000 مليار 3000 مليار 4000 مليار ليرة بالوضعية اللي نحن فيه. الهدر بالدولة كبير، الفساد اكبر واكبر، هيدي بدها وقت طويل لواحد يطلع منها. ما بدنا نضحك على بعضنا ولا على الناس، ما بدنا نقول عن انه ايه وقف الهدر يعني وقف الهدر. هيدي عملية طويلة بدها مجموعة تدابير بتبلش اليوم، بدها سنة واثنين وثلاثة تتخلص. من هلا سنة واثنين وثلاثة تكنا قدرنا تقدمنا عها الصعيد، من المفترض انه نقلص حجم المصروف بالدولة تنتجنب وضع ضرائب جديدة. ومن إقليم الخروب دعا الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري إلى إيجاد مخارج لسلسلة الرتب والرواتب ولإقفال مزاريب الهدر بدل فرض ضرائب جديدة، وأكد أن تيار المستقبل سيرفض أي قانون انتخاب يمس بالشراكة الوطنية. جولة في إقليم الخروب قام بها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري الذي لبى دعوة المحامي محمد سعيد فواز وشقيقه المهندس حاتم إلى مأدبة غداء تكريمية في بلدة مزبود في حضور مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، ممثل المفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والنائب محمد الحجار، وأصلان وليد جنبلاط، وحشد من الشخصيات وممثلين عن مختلف الأحزاب في المنطقة. حنرفض أي قانون انتخاب بمس بالشراكة الوطنية، وحنرفض أي قانون انتخاب بغيب مكون من مكونات هذا الوطن شو ما كان هذا المكون، عشان قانون الانتخاب إذا بده يجي ليشقف البلد وليقسم البلد ما بيكون قانون للخير، بيكون قانون عم بيخدنا نحو المجهول. نحن مع أي قانون بيحفظ العيش المشترك مش بدمر العيش المشترك. طرحت أفكار كتير وقوانين عديدة ولليوم بعدنا ما وصلنا لنتيجة. الذهاب إلى الفراغ جربناه بالفراغ الرئاسي وما كان إلا دمار على البلد. ذهاب إلى فراغ بمجلس النواب كمان حيكون وبال على البلد. الحريري الذي حيى المشايخ في الأقليم وفي كل لبنان استغرب كيف أن الأطراف التي انتقدت تيار المستقبل سابقا تحت شعار حقوق موظفي الدولة تنتقد التيار اليوم لأنه يسهل سلوك سلسلة الرتب والرواتب، معتبرا أن الأسبوع المقبل سوف يكون حاسما بموضوع السلسلة، كما أكد أن أي فرض للضرائب على الناس من دون إقفال لمزاريب الهدر يعتبر غبنا بحق الناس، وقال إن الحل يكون بخطة إصلاح واضحة لمكامن الهدر عبر خصخصة بعض القطاعات التي اهترأت نهائيا والتي قال عنها رئيس الشهيد رفيق الحريري أنه يفترض أن تخصص. هذه السلسلة هي أمر واقع أصبحت اليوم، يجب علينا بمجلس النواب ككتل نيابية جميعا ومجتمعا أنه تتحمل مسؤولياتها، وهي مشاركة بالحكومة هذه الكتل بفهم المعارضة، لما يكون في معارضة حقها تحكي وتعبر عن رأيها وتستفيد من كل اللحظات السياسية. أما المشاركين في هذه الحكومة واللي يعتبروا هن في السلطة مش هدفهم تقويس على هذه السلسلة، هدفهم إيجاد المخارج لتمرق هذه السلسلة بسلاسة وبهدوء. صاحب الدعوة محمد فواز بدوره ألقى كلمة أشاد فيها بالأمين العام لتيار المستقبل الذي يعتبر مؤتمنا أيضا على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لقد أرست مدرسة الشهيد رفيق الحريري قاعدة ذهبية بأن جعلت السياسة بعد نظر ورؤية ودراسة، وها هو دولة الرئيس الشيخ سعد الدين الحريري قابض على هذه المبادئ كالقابض على الجمر، ونحن يا دولة الرئيس
معك في السراء والضراء. وكان أحمد الحريري قد زار النائب محمد الحجار في منزله في شحيم وبحث معه في التطورات. اعتبر النائب غازي العريضي في احتفال دعا إليه الحزب التقدمي الاشتراكي في دميت الشوف أن إقرار سلسلة رتب ورواتب يجب أن يتلازم مع تأمين إيرادات ثابتة لا وهمية ومن دون فرض ضرائب على الفقراء. انتقد العريضي طريقة النقاش داخل الجلسة التشريعية الأخيرة. منذ بداية مناقشة سلسلة الرتب والرواتب نحن معها لأنها حق، لسنا معها لأن أحدا يجرنا إليها، لا، نحن معها لأنها حق، هي حق للناس وواجب علينا. ولكن يا جماعة لا نغامر، نذهب إلى إقرار سلسلة يتلازم مع إقرار واردات، وواردات ثابتة وليس واردات وهمية. اسمحوا لي، هل نستطيع أن نوقف هذه المسألة لنستعيد جزءا من هذا المبلغ المهدور وبالتالي نذهب؟ لذلك نحن كحزب هذا كان موقفنا من الأساس ولا نزال عليه، لن نغطي فسادا أو سرقة أو نهبا أو أي تغاضي عن هذه العملية ونذهب في عملية هكذا فقط لإرضاء هذا أو ذاك أو للهروب إلى الأمام أمام استحقاق انتخابي آتٍ الآن وبالتالي ندخل البلد في مشمومه. وتتابعون في هذه النشرة بعد الفاصل. بدأ أكبر عملية تهجير في سوريا برعاية روسية. مقتل عشرات الحوثيين في غارات للتحالف في تعز. أهلا بكم من جديد في الأخبار الإقليمية والدولية. أعلنت الداخلية الفرنسية انتهاء العملية الأمنية في مطار أورلي الباريسي وكشفت عن هوية المهاجم الذي اتبع أسلوبا جديدا في تنفيذ العمليات الإرهابية. ساعات الرعب التي عاشتها فرنسا انتهت بقتل قوات الأمن لمنفذ هجوم مطار أورلي ويدعى زياد بن بالقاسم ويبلغ من العمر 39 عاما من مواليد فرنسا، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تفصح عن أصوله. الشرطة الفرنسية اقتحمت شقة بالقاسم واعتقلت شقيقه ووالده الذي كان تلقى رسالة من ولده المهاجم بعد الهجوم الأول شمال باريس. وسائل أعلام فرنسية نشرت صورة مقتطعة من كاميرات المراقبة للرجل بعدما أطلق عليه الجنود النار وأردوه قتيلا. هجوم مطار أورلي شكل أسلوبا جديدا في الهجمات بخلاف العمليات السابقة في فرنسا بعدما عمد المهاجم إلى الاستيلاء على الأسلحة من قوات الأمن. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أكد خلال جولة له في أورلي أن الإجراءات الأمنية المعززة والمفروضة منذ مدة كانت ضرورية، وأضاف الرئيس الفرنسي أن فرنسا اتخذت الإجراءات اللازمة منذ 5 سنوات وأخذت الحيطة والحذر. وزير الداخلية الفرنسية برونو لورو الذي تفقد المطار مع وزير الدفاع جون إيف لدريان كشف أن نيابة باريس لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا في حادث مطار أورلي وكشف أن المهاجم لم يكن مزنرا بحزام ناسف وهو معروف من قبل أجهزة الشرطة والاستخبارات. الرجل أطلق النار أولا عند حاجز تدقيق في الهوية شمال باريس وأصاب ضابط شرطة قبل أن يلوذ بالفرار. بعدها رصد في جنوب العاصمة حيث انتزع سيارة من سائقها وتوجه بها إلى مطار أورلي. وسط هذه الأجواء استأنف مطار أورلي أنشطته بعد ساعات من التعليق إثر الحادث الأمني. وأعلنت إدارة المطار في تغريدتين على حساب أورلي في تويتر استئناف الحركة ودعت المسافرين إلى التأكد من معلومات رحلاتهم مع شركات الطيران قبل توجههم إلى المطار. في سوريا بدأ النظام إخراج الدفعة الأولى من الثوار وعائلاتهم من حي الوعر في حمص إلى مدينة جرابلس بري في حلب، وذلك ضمن أكبر عملية تهجير قصري في البلاد. في إطار سياسة التطهير العرقي التي يتبعها النظام السوري في الآونة الأخيرة بدأت حافلات المهجرين قصرا بالخروج من حي الوعر باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب برفقة الهلال الأحمر ولجنة التفاوض الممثلة للفعاليات العسكرية والمدنية في الحي.
40 حافلة خرجت وعلى متنها نحو 2000 مدني من بينهم جرحى وثوار مع عائلاتهم، على أن تستكمل عملية التهجير في الأسابيع القادمة إلى جهات مختلفة، وتشمل نحو 25,000 من سكان الحي تبعا للاتفاق الذي أبرم في 13 من الجاري. الاتفاق الذي رعته روسيا عقد بعد ضغوط كبيرة مارسها النظام السوري على الحي الذي يقطنه قرابة 70,000 مدني من خلال تضييق الحصار عليه والقصف في سيناريو مشابه لما حدث في غالبية المناطق لا سيما في محيط دمشق. سوريا أيضا كشفت ميليشيا وحدات الحماية الكردية التي تقود ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية بأن الهجوم على مدينة الرقة سيبدأ في نيسان المقبل، مشددة على أنها ستشارك في الهجوم رغم المعارضة الشديدة لتركيا. إلى ذلك ما زالت قضية الغارة على المسجد بريف حلب الغربي تتفاعل، فقد أكدت الأمم المتحدة معارضتها الشديدة لاستهداف أماكن العبادة في سوريا، مشددة على أن استهداف المدنيين والمساجد يتعارض مع التزامات القانون الدولي، في حين طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية الولايات المتحدة بإجراء تحقيق شفاف عما إذا كانت المقاتلات الأمريكية استهدفت مصلين في بلدة الجينة في ريف حلب الغربي. سياسيا التقى الموفد الأممي إلى سوريا سيفان دي مستورا مع الهيئة العليا للمفاوضات، وبحسب مصدر في المعارضة فأن البحث سيتناول النقاط الأساسية المتعلقة بجدول أعمال الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف والمقررة في 23 من الجاري. وفي خطوة تكرس موسكو من خلالها وصايتها على سوريا، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي لدى موسكو غاري غورون على خلفية الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على مواقع قوات الأسد في سوريا. من جهته توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النظام بالمزيد من الغارات، وقال إن الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت أسلحة متطورة لحزب الله، وشدد نتنياهو على أن جيشه سيواصل العمل على إحباط نقل أسلحة استراتيجية لحزب الله، مشيرا إلى أن السياسة الإسرائيلية ثابتة حيال ذلك. عملية استعادة الجانب الأيمن من الموصل مستمرة، وقوات مكافحة الإرهاب تتقدم بحذر في الأحياء المتبقية من الساحل للحفاظ على أرواح المدنيين. بعد بلوغها المدينة القديمة وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل، تخوض القوات العراقية قتالا شرسا مع مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي المتحصنين داخل هذه المنطقة التي تتميز بمنازلها المتلاصقة وشوارعها الضيقة المكتظة بالسكان، وهو ما يرجح أن تكون المعارك لاستعادتها أكثر خطورة وصعوبة. كما تمكنت قوات الرد السريع من تطهير منطقة باب الطوب وباب السراي وتفكيك العبوات الناسفة فيها، كما استعادت السيطرة على سوق الأربعاء ومحطة تجميع الحبوب في المدينة القديمة. وأجلت الشرطة الاتحادية عدد من النازحين الفاردين من هذه المناطق لتتوجه بعد ذلك إلى داخل منطقة الميدان وتعمل على تحريرها من سيطرة التنظيم. هذا وحققت القوات العراقية انتصارا رمزيا على تنظيم داعش الإرهابي باستعادة مسجد سماه التنظيم باسم زعيمه أبو بكر البغدادي في المدينة القديمة بالجانب الغربي لمدينة الموصل شمال البلاد. من جهتها انتقدت الشرطة الاتحادية بشدة دور التحالف الدولي وغطائه الجوي في المعارك الأخيرة، ووصفه بالضعيف جدا ولا يرتقي للمستوى المطلوب، مشيرا إلى أن التحالف لم ينفذ منذ أكثر من 24 ساعة أي ضربة ضد مسلحي داعش بحجة سوء الأحوال الجوية. العمليات العسكرية لاستعادة الجانب الغربي من الموصل أدت إلى تزايد أعداد النازحين الذين تخطى عددهم 173,000 نازح. من جهة أخرى، كشف مصدر أمني عراقي عن السماح لأهالي الجانب الشرقي للموصل بمغادرة منازلهم إلى خارج المدينة بدءا من الأحد، بعد منحهم تصريحا يمكنهم من حرية الحركة عند الحواجز الأمنية. على صعيد آخر، سيتوجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة الرئيس دونالد ترامب للمشاركة في مؤتمر دول للتحالف لمكافحة الإرهاب. العبادي سيطلع العالم خلال مشاركته في المؤتمر على الإنجازات العسكرية الكبرى المتحققة والجهد الإنساني للمؤسسات الحكومية والوزارات لتدارك موجات النزوح والحفاظ على أرواح المدنيين، كما سيتم التأكيد على أهمية الدعم الدولي في إنجاز الاستقرار وإعادة الإعمار.
في اليمن، استمرار الإدانات للمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات التمرد في مسجد مأرب. والرئيس اليمني يؤكد أن سليب القتل وسفك الدماء التي تنتهجها الميليشيات الحوثية لا يمكن السكوت عليها. ردود الفعل الرسمية والشعبية المندّدة بالجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، وذلك من خلال استهداف صاروخي لمسجد معسكر كوفل في محافظة مأرب أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الذي وصف الاعتداء بالبشع أشار إلى أن أساليب القتل وسفك الدماء التي تنتهجها الميليشيات تمثل وجها واضحا من أوجه الإرهاب التي لا يمكن السكوت عليها. من جانبه أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أن استهداف الانقلابيين للمسجد يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، فيما شدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن استهداف دور العبادة وسفك دماء الآمنين تصعيد خطير لا يمكن تبريره. من جهته اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارته إلى أوروبا التي التقى خلالها وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، وحث المبعوث الخاص في بيان المجتمع الدولي على بذل كل ما في وسعه لحث جميع الأطراف المتحاربة على ضبط النفس والمساعدة في التخفيف من معاناة اليمنيين وتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للصراع. ميدانيا استهدف طيران التحالف العربي تجمعات لميليشيات الحوثية في منطقة البرح غرب محافظة تعز كانت تهدف لإعادة السيطرة على المخا، ما أدى إلى مقتل القيادي الحوثي أمين حميدان وآخرين. كما دارت في منطقة ضبوعة بمديرية نهم معارك بين القوات اليمنية والميليشيات أدت إلى مقتل 10 عناصر من الحوثي وصالح. غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الصين متوجها إلى المملكة العربية السعودية بعدما ألغى زيارته إلى المالديف لتفشي الإنفلونزا فيها. وفي ختام زيارته إلى الصين التي استمرت 3 أيام صدر بيان مشترك أبدى فيه البلدان استعدادهما لتوسيع أفاق التعاون بينهما، كما دان الجانبان التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره، وجددا حرصهما على تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا ودعمهما للحل السياسي في سوريا واليمن، كما عبرا عن دعمهما لجهود الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ب5 قذائف مواقع وأراض خالية من السكان شمال غزة من دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين. وزعم الاحتلال أن القصف على المدفعي جاء ردا على سقوط قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من القطاع في منطقة مفتوحة على ساحل عسقلان. قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإيرانية المنتظرة في أيار المقبل، قررت المحكمة الإيرانية خفض العقوبة الأولية الصادرة بحق فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني من 9 سنوات إلى 6 بتهمة التمرد على السلطات والدعاية الكاذبة ضد الدولة والحرس الثوري. وفي هذه النشرة بعد الفاصل، شعبة المعلومات توقف المتورطين في عملية الطعن والسلب أمام بنك لبنان والمهجر. وفي الرياضة استقبال حاشد لأبطال غرب آسيا في مطار رفيق الحريري الدولي. أعرب رئيس الجمهورية ميشيل عون عن اعتقاده أن الخطر على المسيحيين في المشرق قد زال مع انقضاء هذه الأزمة في الشرق الأوسط، لكن الخطر سيبقى ممثلا بخلايا تستهدف الجميع. وفي حديث خاص نشرته وكالة أليتيا الكاثوليكية قال عون إن الخوف أصبح وراءنا واجتزنا أخطر مراحل من تاريخنا، وأن لبنان هو نقطة تلاقي لكل الطوائف والحضارات، لافتا ردا على سؤال حول المناصفة في لبنان بأن المناصفة ظهرت في الحكومة. وقال يبقى أن نجد حلا لقانون الانتخاب، والمهم اليوم كيف سنجعل أرجحية النواب المسيحيين ينتخبهم مسيحيون. شددت النائب بهية الحريري على ضرورة التوصل إلى حلول لإقرار قانون جديد للانتخابات يرضى به الجميع.
أكدت النائب بهية الحريري أن ما تم تناقله من معلومات وأرقام عن ضرائب على المواد الأساسية هو غير صحيح. الحريري وخلال لقائها منسقية التيار المستقبل في صيدا والجنوب لمناسبة انتخاب مكتب المنسقية توقعت أن يتم إقرار السلسلة في أول جلسة جديدة لمجلس النواب. الحريري أشارت إلى أن الرئيس سعد الحريري عندما اتخذ القرار بإنهاء الشغور الرئاسي كانت خطوة شجاعة وتضحية كبيرة منه، لأنه كان ولا يزال يعي المخاطر والتحديات المحدقة بالوطن مشددة على ضرورة إقرار قانون جديد للانتخاب يرضي الجميع. الحريري التقت راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إلي حداد والمدبر الرسولي على أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، وأكدت أن مدينة صيدا التي تتأثر اقتصاديا واجتماعيا بأوضاع البلد تمضي في مشاريعها الإنمائية. تحدث وزير الاتصالات جمال الجراح عن الأسلوب الذي اتبعته بعض الأحزاب بشأن نقاش سلسلة رتب ورواتب واختراعها أكاذيب عن ارتفاع عدد كبير من الضرائب التي تمس بالطبقة الفقيرة. وخلال احتفال أقامه كشاف لبنان المستقبل فوج المرج لمناسبة عيد الأم، أكد الجراح أن كل ما قيل بشأن الضرائب وما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عار عن الصحة. نفذ الحزب الشيوعي اللبناني اعتصاما أمام مصرف لبنان رفضا للضرائب، استنكارا لفرض ضرائب جديدة ومطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. نفذ قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني اعتصاما أمام مصرف لبنان، وشدد المعتصمون على ضرورة إيقاف الهدر والفساد في الدولة. 5 سنين تحية للمعلمين وللموظفين وللعمال وللأجراء اللي نزلوا على الشوارع 5 سنوات وهن بالقهر وعم بيدافعوا عن حقوقهم، لك فرضوا الضرائب وما أعطوا الناس حقوقها. وبعدها توجه المعتصمون في مسيرة نحو شارع المصارف للغاية نفسها. في أقل من 24 ساعة تمكنت شعبة المعلومات من توقيف شخصين قاما قبل يومين بطعن السوري فألف في ظهره ويده في محلة الجناح أمام بنك لبنان والمهجر، وذلك أثناء ترجله من سيارته، وسلبه مبلغ $17,500 أمريكي عائد لرب عمله كان بصدد إيداعه في البنك المذكور. وتوصلت المعلومات إلى تحديد هويتهما وبتوقيفهما في محلتي الحمرة والسبتي وهما من الجنسية السورية. وبعد التحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وقد تم ضبط مبلغ $17,400 أمريكي في منزل أحدهما، إضافة إلى الدراجة الآلية المستخدمة في عملية السلب. وفي إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، أوقفت المديرية العامة للأمن العام المدعو ميم حاء من الجنسية السورية للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم إرهابي، وبنتيجة التحقيق معه اعترف بانتمائه ومبايعته لتنظيم داعش، وأنه مكلف من قبل السوري عين كاف وهو أحد الأمراء الأمنيين في التنظيم بمهام رصد ومراقبة دوريات وتحركات الجيش اللبناني في بلدة عرسال. وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين. مدينة سور تكسر الرقم القياسي مجددا بعد تحضير أطول ساندويتش شاورما في العالم. بعد أكبر كبيت كوكتيل في العالم، وخلال أسبوع واحد كسرت مدينة سور رقما قياسيا بتحضير أكبر ساندويتش شاورما تحت عنوان سور نحو العالمية لتبقى الشاورما لبنانية، وذلك في إطار مهرجانات سور للسياحة والتسوق. الساندويتش العملاق تراوح طولها بين 120 إلى 125 مترا، أشرف على تحضيرها الشيف نادر الحاج علي بمعاونة حوالي 100 شخص ساهموا في إعدادها. كانت أكبر ساندويتش شاورما العالم بداخل كتاب جينيس هي 100 متر، نحن اليوم عملناها 125 متر ونص. أخذ معنا وقت تجهيز على الطاولة 45 دقيقة، بينما تجهيز بالمطبخ أخذ حوالي الأسبوع، من ضمنهم 3 أيام لـ4 أيام ما نمنا فيهم لأدلنا لو وصلنا هالشي. كما عبر المواطنون عن سعادتهم بإقامة هذا النشاط الذي يرفع صور للعالمية ويحطم الأرقام القياسية العالمية. وبعد قليل نبقى مع النشرة الرياضية وترافقنا فيها الزميلة هبة زيدان.
الإرشاد. وصل اليوم أبطال النادي الرياضي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان باستقبال رئيس وجمهور النادي الأصفر وحشد كبير من الإعلاميين، ولكن بغياب واضح وكامل لرئيس وأعضاء الاتحاد اللبناني لكرة السلة يلي ترك غيابهم علامات استفهام كبيرة، وذلك بعد تتويج النادي الرياضي امبارح بلقب بطولة غرب آسيا بفوزهم بالمباراة النهائية على فريق بتروشيمي بطل إيران بفارق 14 نقطة. منتابع سوا بالتقرير. بهالأجواء عادت بعثة فريق النادي الرياضي بيروت إلى لبنان من عمان مع كأس بطولة غرب آسيا للأندية، وبتفوق كتير كبير ومن دون أي خسارة. رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة السيد جودة شاكر وممثل عن نادي التضامن السيد أكرم الحلبي وأعضاء من الهيئة الإدارية للنادي الرياضي، إضافة إلى جمهور كبير كانوا موجودين باستقبال الأبطال على أرض مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أكاديمية النادي الرياضي طلابها كانوا موجودين، وهي الخزان الأساسي اللي بيعتمد عليه النادي ببطولاته. إدارة الرياضي أهدت هالفوز إلى لبنان كله. إن شاء الله بتضل الرياضة تعطي فرحة بقلوب اللبنانيين. نحن منعتز أنه شباب الرياضي قدروا يحققوا هالبطولة وحققوا هالانتصار بجهودهم وبجرأتهم بمتابعة البطولة من أول دورة ومن أول مباراة بدون اعتمادهم على الأجانب، وقدروا يحققوا انتصار يرفع اسم لبنان ويوصل لبنان إلى بطولة آسيا الكبيرة بأيلول، اللي نحن إن شاء الله نتكل على الله أنه تكون كأسها للبنان هذا العام. للبنان تعرف الفريق راح يعني صار عنا إصابات وعنا روتيشن كتير قصيرة، اللبناني والأجانب كانوا قد الحمل هونيك، والكوتشينج ستاف وعراسهم أحمد فران يعني عطوا مجهود كتير كبير، مجهود جبار. تعرف أنت الفريق تعبان، مرق بين دبي وبين قبل ما نسافر لعبونا 4 جيمات ظرف أسبوع، راح الفريق وقاتل آخر شيء، القلب ساعدنا لأن كل اللاعبين بدهم يربحوا الحمد لله، لأنه كانت مهمة صعبة كتير لألنا. المهمة يعني آخر شيء نحن كنا رايحين بس لنتأهل، هدفنا الحمد لله هذا إنجاز للبنان، ونهدي لوائل عرقجي لأنه كنا عايزينه وهو يعني أثر فينا كتير، عشان هيك قاتلوا كتير اللعيبة. كأس الربح هيدا هو للبنان. اليوم نحن قدرنا نفرجي أنه جد نحن اليوم الأفضل بالساحة غرب آسيا، ما في شك أنه برهنا هالشي مع المنتخب وبرهنناه قبل بآسيا، وهلا رجعنا برهنناه بغرب آسيا. هني زرعوا الفرحة بقلوب اللبنانية كلها، ومنتشكر الجهاز الفني من قلوب بروك لكوتش فران على أول بطولة لقلو. إن شاء الله نحن ما عدنا أدنى شك أنه حتكون أول وحدة بمسيرة كتير طويلة. الرياضي أمام تحدي كتير كبير قادم، وهو إحراز بطولة لبنان مرة جديدة مع منافسة كتير كبيرة، بالإضافة إلى تمثيل لبنان خارجيا ببطولة آسيا بأيلول المقبل وتحديدا بالصين. ولكن الرياضي أثبت للجميع أنه هو خزان للبطولات وبيعرف منيح كيف يربح برات لبنان وجوات لبنان. مبروك مرة جديدة للنادي الرياضي. ومنكمل مع أخبارنا المحلية، حيث بلغ نادي العهد دور نصف النهائي من مسابقة كاس لبنان للفوتبول بفوزه على نادي السلام صغرتا بنتيجة 3-1 بمباراة مثيرة احتضنها ملعب بلدية برج حمود. وافتتح نجم السلام المهاجم المتألق أمدو التسجيل لفريقه بدقيقة 22 بمجهود فردي رائع قبل ما يسجل ابنه با هدف التعادل للعهد بالدقيقة 35، لينتهي بذلك الشوط الأول بالتعادل الإيجابي. وبشوط المباراة الثاني لم يتمكن أي من الفريقين من أخذ الأفضلية، لأنه أتت الدقائق 10 الأخيرة حيث تمكن نجم العهد أحمد زريق من إحراز الإصابة الثانية لفريقه بالدقيقة 81 قبل ما يحسم المهاجم مهدي فحص فوز فريقه بهدف ثالث بالدقيقة 89، ليتقدم العهد إذن إلى المربع الذهبي ليتلاقى بنادي الأنصار.
إلى إنجلترا، حيث صدم ويست بروميتش ألبيون ضيفه أرسنال وغلبه بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح رصيد ويست بروميتش 43 نقطة بالمرتبة الثامنة، فيما تجمد رصيد الأرسنال عند النقطة 50 بالمركز الخامس، وأصبح مهدد بخسارة هالمركز إذا ما فاز مانشستر يونايتد بمباراته بكرة الأحد. وبباقي النتائج اللي سجلت اليوم وأبرزها، تشيلسي اقترب من استعادة لقب الدوري بفوز الصعب على ستوك سيتي بنتيجة 2-1، في حين تمكن ليستر سيتي من مواصلة تعودته القوية بفوزه المثير أمام ويستهام يونايتد بنتيجة 3-2. بالإطار نفسه، ازداد الضغط على مدرب أرسنال الفرنسي أرسن فينجر يلي دخل المباراة وسط مطالبات جماهيرية برحيله. وبعد هالخسارة المذلة يلي تعرض لها فريقه، أعرب فينجر عن خيبة أمله الكبيرة، مؤكدا أنه رح يحسم مستقبله بشكل علني بالفترة المقبلة. فينجر أضاف: ستعلمون قريبا جدا عن مستقبلي، نحن نمر بفترة سيئة لم تحصل منذ 20 عام، نحن نخسر المباراة تلو الأخرى حاليا، هذا بالنسبة لي أهم بكثير من مستقبلي. إلى إسبانيا، حيث انتزع فريق ريال مدريد فوز ثمين وصعب خارج ملعبه بفوزه على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المرحلة 28 من الليغا، وهيك بكون رفع الريال رصيده إلى 65 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة يلي رح يلعب بكرة أمام فالنسيا بالجولة نفسها، بينما تجمد رصيد بلباو عند 44 نقطة بالمركز السابع. هذا كان كل شيء بأخبار رياضة، شكرا للمتابعة وعودة لعند لينا وسلمان. شكرا لك هبة، ومبروك للرياضة مجددا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. كتل هوائية دافية مصدرة مصر أدت بارتفاع درجات الحرارة اليوم بلبنان، بس ترجع تنخفض درجات الحرارة ابتداء من نهار الأحد. تفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد جولة على الدول العربية. منبلش جولتنا مع القاهرة، الحرارة عم توصل فيها ل 22 درجة، 21 بتونس، 25 درجة بالرباط، 24 ببغداد، 18 بدمشق، 13 درجة بالقدس، والختام مع الكويت 22، 27 درجة بالدوحة، 31 برياض. بالنسبة لطقس لبنان، بكرة الجو العام عم بيكون مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة، تتوصل أقصاها على الساحل لل 20 درجة، أما أدناها لل 12 درجة. بالنسبة للرطوبة عم تسجل أقصاها 65%، أما سرعة الرياح عم توصل لل 25 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح بال 4 وال 13 درجة، أما بالداخل عم تسجل أقصاها 15 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. بنبلش جولتنا من الشمال مع كار 17، 18 بطرابلس، 8 بالقرس، 16 درجة بالكورة، 14 بالهرمل، 17 بالقاع، 13 ببعلبك وبرياء. منكمل على جبال 18، 4 بميروبة، 20 درجة بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة لل 20 درجة، طقسها بيكون مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة. زحلة وشتورة 12، 13 بعنجر، 9 بمشغرة. منكمل على جيزين كمان 9، رشية كمان 9، 16 بمرجعيون، 13 درجة ببنت جبال، والختام مع بيت الدين 11 والمناطق الجنوبية صيدا صور وقانا، و17 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة بيكون في عنا طقس مستقر مع انخفاض درجات الحرارة، ريح ناشطة مصدرة تركية عم بتأدي كمان بارتفاع بنسبة الرطوبة، وتساقط أمطار متفرقة خاصة بفترة الليل. أما لبكرة الحرارة عم توصل أقصاها لل 20 درجة، أما أدناها لل 12 درجة. مكمل انخفاض درجات الحرارة نهار الاثنين والثلاثة مع استقرارها، تتوصل أقصاها لل 18 درجة. بمنطقة القرز الحرارة عم تتراوح بين درجة و 8 درجات. هيدا كان كل شي لليوم، بشوفكن بكرة. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. طبعا في شيء صار بالايام الماضيه على مواقع التواصل الاجتماعي، في جزء منه اكاذيب. نصر الله مع ايجاد تمويل لسلسله الرتب والرواتب وبر مع دمجها في الموازنه. اطلعنا دوله الرئيس على مشاكل يعاني منها اهالي عرسال، ابدا دوله الرئيس كل التجاوب. أمام وفد من بلدة عرسال، الرئيس الحريري يؤكد أن هدفه تثبيت الأهالي بأرضهم وتأمين مستلزماتهم الضرورية.
فرنسا تعلن انتهاء العمليات الأمنية في مطار أورلي وتكشف عن هوية المنفذ. شكرا لمتابعتكم هذه النشرة، نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم جميعا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لم ولن نساوي على الحق أو الثوابت.